طبعا انا يعني كابتن جارم يعني تاريخ نادي الاتحاد وتاريخ الرياضه المصريه عموما. كابتن جارم في اسكندريه قيمه وقامه يعرفها طبعا الاجيال السابقه كلها وجيلنا، واحنا بنبلغ الاجيال الصغيره كلها بتاريخ الناس العظيمه بتاعت نادي الاتحاد، ومنها كابتن جارم. كابتن جارم طبعا وجوده في نادي الاتحاد على التاريخ البعيد، كان لاعب في نادي الاتحاد، كان جايب كاس مصر. الكابتن جارم قيمه وقامه في اسكندريه خصوصا والرياضه المصريه عموما. وقلت لحضرتك ان كان الكابتن جارم سبب رئيسي في ان كاس مصر يبقى في الشاطبي في نادي الاتحاد 73، اخدناه في 76 الجول بتاع كابتن طلعت، واخدناه في 73 الكابتن جارم. كابتن جارم انا كان ليا الشرف اني اتدرب او اتمرن تحت ايده وانا عندي 13 سنه في نادي الاتحاد. كان الكابتن جارم لسه مبطل كوره ومسك فرقه 2000 ال 13 سنه، وانا بتشرف ان انا كنت تحت قيادته. كابتن جارم اخذنا بطوله البطوله الصيفيه في اسكندريه، كانت اخر بطوله موجوده. كان الكابتن جارم مصعدني فرق سنتين على الفرقه اللي هو كان موجود فيها 15 سنه، وكان ليا الشرف ان انا ابقى موجود فيها واخذنا البطوله السنه دي. احب اقول لحضرتك تاني ان الكابتن جارم علاقته بمدربين النادي واداريينها واعضاء مجلس الاداره واللعيبه علاقه طيبه جدا 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 جدا. كابتن جارم متواضع جدا، بيتعامل مع الكبير والصغير بتواضع كبير، الناس كلها بتحبه من اول اكبر فرد في نادي الاتحاد لحد اصغر عامل موجود في نادي الاتحاد. ف يعني ما كابتن جارم مش قادر اقول لك حب جمهور اسكندريه ليه عامل ازاي. كان لو فاكره حضرتك ماتشاته كلها كان له لازمه كده، كان جمهور اسكندريه اول ما ينزل ينادي على الكابتن جارم، يلا يا جارم صح النايم حط الكوره جوه الجول. فدي كانت لازمه موجوده، وهو كان دايما حتى ايده كانوا يعني مسمينه ايده عشان ايده دايما كان كده. فكابتن جارم كانت بتجي له الكوره ناحيه الشمال، كان الجمهور كله يعني خلاص دي جول، حط وش رجله في البعيده جول. فالكابتن جارم يعني مش قادر اقول لك حب الناس ليه في اسكندريه عامل ازاي، ومصر كلها لكن اسكندريه كلها بتعشق الكابتن جارم. تدفعت كام لعصام عشان يقول الكلام الجميل ده؟ لا والله والله ابدا، ده حب الناس ده مهما دفعت فيه ملايين. ده رصيدك. اه والله زي الناس ما بتحبك كده، ده فضل من ربنا والله.